مشاهد الكرام، ينضم إلينا من أربيل عاصمة إقليم كردستان مباشرة مراسلنا مصطفى سلمان ليحدثنا عن آخر أنباء المدينة. نعم يا مصطفى، مساء الخير، تفضل. نعم سمير. نعم مصطفى. سمير، يبدو أن مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان قد حسم الأمر واتخذ قرارا بتعطيل الدوام الرسمي في 14 من تموز، اليوم الأربعاء المقبل، وذلك تزامنا مع تأسيس الجمهورية العراقية. هذه الخطوة تأتي بعد قرار مجلس الوزراء العراقي باتخاذ قرار مماثل بتعطيل الدوام الرسمي في كافة الدوائر الحكومية وفي عموم المحافظات العراقية بمناسبة تأسيس الجمهورية العراقية. سمير، يبدو أن هناك بيان أو اجتماع آخر سيلي هذا الاجتماع لتحديد عطلة العيد، عيد الأضحى المبارك والمصادف في 20 من الشهر الجاري. بالتأكيد هناك اجتماع أو بيان سيصدر من قبل يعني الدائرة الإعلامية في مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان. الأنباء تتضارب عن مدة العطلة التي ربما ستقرر ما بين 9 أيام إلى أسبوع أو أقل من ذلك، لا أحد يعلم حتى الآن. نحن بانتظار بيان وزارة البيان الحكومة في إقليم كردستان لمعرفة مدة العطلة المخصصة لعيد الأضحى المبارك. يعني على صعيد منفصل سمير، يبدو أن وزارة الصحة في إقليم كردستان تستعد فعليا وجديا لاستقبال، لوضع خطة لاستقبال السياح، خاصة أن هناك إقبال كبير تتحضر له هيئة السياحة في إقليم كردستان يتزامن مع العطلة، عطلة عيد الأضحى. كما تعلم سمير أن أعداد السياح بتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة والانقطاع المستمر في الكهرباء في محافظات وسط وجنوب العراق بدأوا يتوافدون إلى محافظات إقليم كردستان، وأيضا هناك عطلة مرتقبة، عطلة عيد الأضحى التي سيعلن عنها أيضا مجلس الوزراء العراقي في الحكومة الاتحادية. وعلى أثر هذه تتحضر أو تتهيأ وزارة الصحة لوضع خطة خاصة لاستقبال السياح بالتنسيق مع هيئة السياحة في إقليم كردستان، وذلك لاحتواء أي أزمة قد تحدث ومن شأنها رفع أعداد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان. سمير. نعم مصطفى، إذا كنت تسمعني، يعني لربما هو الخبر الأهم يعني من حضرتك، إذا كنت لديك معلومة حول ما إذا كان أيضا سيتم فرض حظر تجوال أو سيمنع دخول السائحين إلى إقليم كردستان، إذا كانت لديك معلومة، لأن الكل ينتظر والكل يترقب ماذا سيصدر من قرارات حول عطلة عيد الأضحى المبارك. نعم مصطفى. نعم سمير. سمير، في الحقيقة لا توجد أي معلومات بهذا الخصوص، لا من قبل وزارة الداخلية في إقليم كردستان ولا من قبل مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان. نحن كما ذكرت ننتظر الاجتماع الذي سيلي هذا الاجتماع، ربما هناك اجتماع في الأيام القليلة المقبلة، ومن خلال هذا الاجتماع سيحدد إذا ما كان سيفرض حظر التجوال أو ربما سيتم قطع الطرق مع المحافظات العراقية. لكن المؤشرات الأولية لا تدل على أن وزارة الداخلية ستتخذ قرار مماثل كهذا. هيئة السياحة ووزارة الصحة في إقليم كردستان واللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كردستان تراقب الوضع العام. هناك متوسط في عدد الإصابات بفيروس كورونا. الأرقام المتواجدة لدى وزارة الصحة لا تشكل قلق حتى الآن. الإصابات انخفضت نوعا ما، ويبدو أن هيئة السياحة تريد تعويض الخسارة التي يعني لحقت بالقطاع السياحي خلال الفترة الماضية، وهي لا تسعى إلى قطع أرزاق الناس، خاصة أن هذه الفترة هي فترة انتعاش يعني يستغلها القطاع السياحي بشكل كبير جدا. سمير. نعم مصطفى سلمان مراسلنا من أربيل، شكرا جزيلا لك.